دراسة المنظمة السوداء، وكذلك يبدو في وضع استراتيجي. يعني إذا كان إحنا نقول نفس حاجة لازم نقولها. مقترح هو حقيقة من سنوات ولكن لم ينفذ. الحكم المحلي هذا الوزراء لازم يكونوا في اللجنة العليا القرى، يعني يقوموا بدراسات مكلفة حقيقة. احنا اخترنا اليوم وقلنا لازم نحتفي به بدل احتفال، لا فقط نتذكر الضحايا بحيث نعمل شيء انه ما يكونش في ضحايا اكثر واكثر. فباذن الله تعالى حنفكروا ونطوروا وننفذوا باذن الله، ونقيم بوجود متخصصين كثير حضروا معنا اليوم ومؤسسات كثيره حضرت ووزراء الحقيقه ووكلاء وزراء، لان هم صانعي القرار، هم حيعرفوا ايش اللي صاير باذن الله تعالى، وبناء عليه حي طلبنا بعدين احنا كلجان علميه باذن الله حتنفذ لوجودهم. لجنة عليا لازم تكون على المستوى العالي. احنا اللي قاعدين نقوم فيه يعني كل ما هو يتمثل في الامن والسلام المرورية، دورنا الاساسي التوعية بلا حدود، توعية لاجل مني، لاجل سلامة المواطن ولاجل حماية امواله ولحماية الارواح اللي هم الاطفال والكبار السن ومستعملين الطرقات العامة بشكل واضح، حماية زي ما قلت حضرتك قبل شوية اللي هي الممتلكات المتمثلة في المركبة الآلية، يعني للتقليل جدا جدا من نسبة ارتكاب الحوادث على الطرقات العامة. وتتخذ الإجراءات على فيه ملاحظة أول مشهور على هذا المقترح تشتغل اللجنة شوية وتبدأ تطرح اختصاصات ربما يكون مقصر جدا في موضوع السيارات. وشفنا في المحاضرة هذه اللي مدارتها وزارة المواصلات في مشروع السكك الحديدية، بارك الله فيهم لمن هي في الوقت الضايع، لكن تعتبر بادرة كويسة، ونتمنى من تسليط الضوء على الحقائق أكثر من هيك. ديما توا شفنا الشرائح من عدة مختصين كانت مركز على الخليج وعلى الدول المتقدمة، دنمارك وكذا. احنا ليبيا كنا نعرفها المسببات هذه، طرقات وثقافة وكل شيء، لكن أهمها لأن احنا توقرنا روحنا بالدول الجوار، سعر الوقود رخيص، مستسهل أي حد يسوق سيارة ويطلع يجري ويتعلم فينا احنا في الشارع. احنا كنا كبرنا تعلمنا في الناس، لأن هذه ما كانش فيها حد من قيادة السيارة. فلازم نتخذ إجراءات.